كل وليدات يعني اقل من 17 عام، يعني ديجا هما تيبان لي مشحونين شي بطريقه ماشي عاديه، بحال اللي داكشي يعني فيه مؤامره. يعني بحال داكشي مخطينو عليك اخويا حقاش شي. وانا في التلفازه كنتفرج راه شي الحميد تبورش، راه بزاف حشومه، ما عمرنا تخينا داك الديكور وقع اخو. ودابا المشكله هو ان دراري ماشي شي لاج اللي يستاهلوا داكشي، اقل من 17 عام اخويا، راه الدراري كاملين باقي المينير صغار، صح ماشي حتى ديال داكشي، راه حشومه الشيء راه مخطط اختي. من الكبار من جينيرال الشارف الشراب، دابا اللي تجمعوا عندهم 8 جزائريين هما اللي حاقني على المغرب. المغربي خصهم يديو جوج طيارات، ثلاثه طيارات ديال الجمهور، ونقول لهم يهضروا هذيك الساعه، والمغرب راه بزاف عليهم وصعيب عليهم. اختي هذاك الهجوم اللي تعرضوا ليه المغاربه اختي ديالنا، في الصراحه هذوك الجزائريين حقاده بزاف، وتيبغوا تيدخلوا السياسه مع 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 شي حوايج ما كتصوريش، فهمتيني. والمغرب بزاف عليهم باش يوصلوا للمغرب. المغرب راه حنايا دابا هاد الناس ديال الجزائر راه ما خلعوناش، فهمتيني، راه نعاودوا نلعبوا معاهم ماتشات اخرين، ولكن غادي يبقى يمشي للجمهور ديالنا. الجمهور ديالنا حتى هو خصو يكون حاضر تمايا، ثلاثه الطيارات خصهم يكونوا تمايا معاهم، وقول لهم يهضروا، قول لهم يهضروا، وقول لهم يديروا لنا داك الشيء اللي داروا للدراري، داك الشيء اللي تا يديروه الناس، ماك حشومه كاع، عيب وعار، حقروهم، ما خلوهم ما داروا معاهم، حشومه كاع، هذاك الشيء راه ما تيدارش بالنسبه للعرب والاسلام والقران فهمتيني، بزاف ديال الحوايج حشومه كاع. ولا كنسميوكم انتم رجال، اجيو لعبوا معنا، شوفوا واش نديروا معاكم حنايا، اجيو لعبوا معنا وشوفوا واش نديروا لهم حنا. هذاك الشيء حنا كنستقبلوهم وكنكبروا بهم وتنديروهم حد ديالنا، خوتنا وحبابنا، ولكن هما بغاو يخرجوا اختي للعيب، ايوا نخليو لهم الله. وهاد النوبه انا تنوصي الدوله ديالنا المملكه المغربيه، فوق ما يكون لاعب شي ماتش مغربي خصهم يديو جوج طيارات، ثلاثه طيارات ديال الجمهور، ويقول لهم يهضروا هذيك الساعه. والمغرب راه بزاف عليهم وصعيب عليهم. هذاك الشيء راه مخطط اختي من الكبار من الجينيرال الشارف الشراف، دابا اللي تجمعوا عندهم 8 جزائريين هما اللي حاقني على المغرب. هما المغرب راه كله غير شباب، راه كون يجي يجمع سيدنا الشباب ديالو راه نخرجوا على ديك الجزائر، وهذيك تندوف وهذيك وهران وهذيك اللي داينا راه مازال غترجع ان شاء الله، باش ما بغاو. وحنايا مغاربه وحور وعروق اللي قابطينهم الشراف وتيضحكوا عليهم، راه حنا بزاف عليهم. واختي هادشي اللي كاين اللي بغيت نقول لك، وهذا هو التوصيل ديالي. هاد الناس هادو اللي عملوا هاد المسائل زعما ما عندهمش واحد الروح رياضيه، ما كاين لا امن لا والو، وقع المشكل يعني الحاله الوقت اللي خص الامن يتدخل باش ما يوقعش ذاك المشكل، ما كاين لا امن لا والو، ومؤامره يعني بحال هذاك الشيء مخطينو، هذا اللي كاين. والروح الرياضيه ما فيهاش هاد المساله هادي، وان فوق هاد الشيء كله راهم رابحين، يعني كانوا يديروا شي تصرف صبياني كون كانوا خسروا، ولكن هما رابحين، يعني لاش التصرف هذا، حقد كيتكنا، هذا حقد دافين قدافين، وهاد الناس هادو ما يصلحوا لشيء كاع، وحنا هاد الجزائريين كاع ما صراحه ما صالحين الناس، حنا صالحين الناس اللي هما في المستوى، هاد الناس ماشي في المستوى نهائيا، برهنوا 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 مرانو تكرانا على انهم ماشي في المستوى. اخويا تقار مزيان، هذا اللي كاين. حنا كنكبروا بهم وكنحترموهم بزاف، احترمناهم اكثر من الحق، ولكن هما ما يسواوش ما يسواوش بهاد العباره كاع صافي. وراه دابا المشكله حنا خاسرين اخشي، حنا خاسرين، فهمتي، حنا اللي خصنا نديروا ديك الحاله اللي داروا هما، صدق العكس، يعني هادشي كيبين كما قال سيدي تيبين على الحق ديالهم لينا حنايا. ممكن توقع اي حاجه، شي مادام وقع هادشي راه توقع اي حاجه اختي، ويقدر يوقع كاع اكثر من هادشي، وبغيو يمشيو يسافروا يديروا بزاف الحوايج، يطيحوا عندهم راه ما يرحموهمش اختي، راه يديو لهم حوايجهم، راه يتعداو عليهم، يديو لهم رزقهم، راه يقدر يوقع بزاف د الحوايج. ما كذبش عليك اخويا، في ديك اللحظه كون كنت في التيران حتى كون الله يستر طيح شره، انا نزلت التيران كيما نزل الجمهور ديالهم، واللي خرجت فيه اخويا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه يفكرني معاهم غير البوليزاريو، كون شدوني غيدوني عند البوليزاريو يدفنوني تما. ونكذب عليك اخويا حقاش شي، وانا في التلفازه كنتفرج راه شي الحميد تبورش، راه بزاف حشومه، ما عمرنا تخينا داك الديكور وقع اخويا. ودابا المشكله هو ان دراري ماشي شي لاج اللي يستاهلوا داك الشيء، اقل من 17 عام اخويا، راه الدراري كاملين باقي المينير صغار، صح ماشي حتى ديال داك الشيء، راه حشومه. الرسالة اللي نقول لك اخويا هي ان ما كيبقاش ديك خاوة ما كايناش، ولات العداوة اختي. انا مني وجبت بعدا غنشوف شي جزائري غنقمعو غنحتاقرو باش ما ابغى.
بزاف اختي، حنا كنا ماشي تنعتبروهم فوق، تنديروهم فوق الحشيره، فوق بزاف د الحوايج، ولكن هما لا، هما خداو هذا الشيء بالعكس. كما قلتي هذه مساله حقد او مؤامره، من الاخر اختي هذه راه مؤامره او حقد، وبزاف على الحقد اختي. واخا الا يحقدوا يحقدوا شي على السياسه، ما علينا حتى شي حاجه، وحنا اللي جايه فينا مع ذلك الا من طرف السياسه، ما حتى حنا ولينا تنتعرضوا حتى للهجوم ديال الجماهير وديال العيبيه وديال هادشي. راه بزاف اخو والله، ديما خلق اختي، ديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب، ما بغاش يتقبلها، ما الصحراء مغربيه. تحيه لفاس اللي طلع واحد الميساج في الاخر ناضي، صحراء هنا مغربونا كاينه من الجزائر. بالنسبه لذاك الماتش كنت تفرجت له انا، يعني كان ماتش عادي، كانت فيه النيتيه ويعني وكان يعني المغرب رابح الماتش، حتى الدقيقه 87 عاد كي التعادل جا الجزائر، من بعد بضربات الجزاء يعني تحسم اللقب للجزائر. غير هو المشكل ولا النقطه الفارقه هو داك الاعتداء اللي بداو تيتعداو على الدراري ديال المغرب، والا جينا نهضروا عليه ما تقدر، مؤسف بزاف، حيت نورمالمون هذيك رياضه، والرياضة معروفة بالروح الرياضية أولا وقبل كل شيء، يعني ما كانش نهائيا روح رياضية. وثاني حاجة دوك الوليدات يعني قل من 17 عام، يعني ديجا هما تيبان لي مشحونين شي بطريقة ماشي عادية على داك الشيء اللي شفت منهم، حيت كان حتى بحال اللي داك الشيء يعني فيه مؤامرة كما قلتي. يعني حتى فاش كان الدري ديال المغرب يعني ماركا لواحد البيت المغرب، يعني شفنا واحد الدراري ديال الجزائر يعني ضربوا عمدا بركلة غير بالفرحه ديال الدري كمل، يعني تما كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. ومن الاحسن يعني حنا قبل من الروح الرياضيه واكثر من الروح الرياضيه، يعني عرب ومسلمين وجيران هادشي ما خصوش يكون بيناتنا، حقاش هادشي بحال اللي مؤسف، ما خصوش يكون وما تيشرفش لا عرب لا مسلمين، لا شي حاجه ما عجبناش، حنا ضرنا في خاطرنا بزاف. يعني الا جينا نهضروا على ذاك الماتش اللي دابا كنهضروا عليه، يعني الكاس ها هو بقى اللقب في الجزائر، يعني ربحت الجزائر اللقب، ودوك الدراري باش يتضربوا ويتعنفوا بديك الطريقه زعما لا حول ولا قوه الا بالله، يعني حشومه بزاف. يعني دابا هكايا يعني دايرين مشكل باش مره اخرى يزيد هذا الشيء يتعقد اكثر ما هو معقد. في نظري من الاحسن خصي يتجاوزوا هذا الشيء هذا، حيت ما تيشرف لا العرب لا المسلمين لا ناس اخرين اللي ماشي عرب ومسلمين يبقاو يهضروا علينا هكاياك، وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، زعما بيزار وصعب. السلام عليكم. بخصوص داك الشيء اللي وقع راه مع روح رياضيه ما تاوزا، بخصوص حنا عاد مشينا لبلادهم زعما في عوض ما يستقبلونا مزيان وكذا، ناضوا هما كيهجموا علينا، ماشي غير اللعابه حتى الجمهور ناض كيهبط. كون كنا زعما كون جاو عندنا حنا غنتصرفوا معاهم مزيان وحسن الضيافه وغنصادفوهم مزيان، كيما راه ديجا جاو عندنا وشوفوا حسن الاستقبال كي كان داير. ايوا كاين فرق، هنا كيزرعوا الشعب ديالهم، السياسه ديالهم كيزرع في الشعب ديالهم الحقد من جهتنا حنا، ايوا داك الشيء باش حقروهم. خصوصا هما عاد راهما اللي رابحين، حنا خاصنا نخص هما يجيو فهمتي ازرونا شويه كذا، وكنا ربحنا حنا كون راه وقيلا نزل الجمهور كامل رونوها كاع. ممكن يكون داك الشيء من الاول دايرينو علينا بالعاني فهمتي، باش حنا نجيو نوضوها معانا، هذا الراي ديالي انا. حنا الكره دايرينها في عود ما تجمع جوج شعوب، دايرينها هما باش تفرق جوج شعوب بيناتهم. صراحه دابا حنا المغرب مع الجزائر بلدان قريبه وتنعتبرهم بحال تيقولوا خاوه وداكشي، صراحه تصرف ماشي في محلو يديروا دوك بحال دوك الاعمال وهذا. ما بقات صراحه بحال هكا، ما نورمالمون تيقول لك هو تيقول لك حنا الشعب المغرب بحال الجزائر، هما عايشين عندنا هنايا وحنا عايشين عندهم. التصرف اللي داروا صراحه ما تصرف ما كانش خصهم صراحه يديروا بحال هكا. صافي هما دابا ربحوا، ما صافي ربحوا نورمالمون خصهم يأزروا اللعيبيه ديالنا فهمتي، يصبروهم صافي راه كره كذا، ما يديروا لهمش بحال هكاك، يسقوا روح رياضيه راه كره روح رياضيه، راه ما خصهمش يديروا بحال هكاك. ما عندك ما دير واحد القضيه تيقول لك واحد القضيه، هما الجزائر من الصغر ديالهم تربوا فيهم واحد الكراهيه تجاه المغاربه فهمتيني. حنا تنقولوا مثلا خاوه هما ما عندهمش ديك الفكره، هضره وصافي، تيقول لك حق المغاربه خوتنا. كاين فيهم ماشي كلشي، كاين فيهم اللي زعما تيتعامل مزيان، ولكن الاغلبيه صراحه انا بالراي ديالي الشخصي انا ما عنديش بعدا معاهم فهمتيني، باش نجيك صريح انا ما عنديش معاهم، حيتاش عارفهم، عارف التصرفات اللي تيديروا، ما تصرفاش ما والو، وتسمى داك الشيء تعدوا. شجعناهم في لاكوب دي موند والماتشات اللي لعبوا الثاني كنا ديما تنساندوهم، هما لا هما في لا ما مركزش الماتش الحقران دابا بصح حتى تحسين مهم
في بلادهم محقوره. علاش ما دار غيره بحال هكا؟ هادشي كامل جا صراحه على ما كنشوف انايا في المواقع الاجتماعيه، ملي غير ملي كتلقى شي مغربي يحط شي بوست مثلا على المغرب ولا هذا كينقز جزائري كيعايرو، ولا جزائري كيحط شي بوست كينقز مغربي حتى هو تيعايرو. راه صراحه الاغلبيه ديال المغاربه كيبغيو بحال هكشي كيساويوها، ولكن الجزائريين شويه متعصبين من هذه الناحيه. قمه الكره صراحه، قمه الكره منين جات؟ راه مؤخرا غير شي شحال ما كانش هادشي، كانوا بالعكس المغاربه ملي كيجيو عندهم الجزائريين تيرحبوا بهم. حاقدين ما هادشي دابا اش غنقول لك، اللي زاد شعلات الوتيره هذيك اكثر هو المواقع الاجتماعيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.